أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة من سور الشرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له فيما آتاهما شركاء فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيع لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الإسلام أيها الإخوة أو دين الإسلام دين يسير واضح بين بعيد عن الشرك. أساسه العبودية لله كما قال تعالى وما خلقت الإنس والجن والإنس إلا ليعبدون، ويتفرع عنه الطاعة لله ورسوله فيما شرع للناس مما يقيم حياتهم السعيدة في الدنيا وسعادتهم الأبدية في الآخرة. ويجهل كثير من الناس هذا الدين فيوغلون في الشرك ويظنون أنهم إذا صلوا ركعات بدون خشوع أو الماشي وصاموا رمضان من العام للعام وكذا انتهت المشكلة وسيدخلون الجنة، ويكون بعضهم قد وقع في الشرك والمشرك لا يدخل الجنة أبدا وهو خالد في النار. ولذلك نرى القرآن في مواطن كثيرة ينهى عن الشرك ويبين وضع المشركين ويذكر نماذج من الشرك ونماذج من طاعة الشيطان ونماذج من طاعة فرعون ونماذج من طاعة الفراعنة بشكل غير مباشر عن طريق تقديس أصنام أو أحجار أو شعارات أو ما أشبه ذلك. فيظن بعض الناس أن القرآن عندما يمنع عبادة الأصنام هو لا يعبد الأصنام ولكنه يعبد فلان من الناس، ويظن نفسه غير مشرك. ولذلك هنا في هذه الصورة يبين لنا الله سبحانه وتعالى أنه قد يجعل الإنسان ولده شريكا لله في التقديس أو في العبودية أو في الطاعة، أو يطيع غير الله أو يعظم غير الله من أجل ولده. هو الذي خلقكم من نفس واحدة. من أين جاء هذا الجهل لبعض المسلمين؟ ربما استشهد بعض الناس بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال: أنا حج ما عندي مال ما مستطيع، زكاة ما علي، أصوم رمضان من عام للعام، وأصلي الصلوات الخمس، على الأسف قد يكون بدون خشوع، وقول أشهد أن لا إله إلا الله خلاص ضمن الجنة. بعد ذلك كان عبدا لفلان أو لفلان، أو كان إسلامه كاثوليك أو بروتستانت أو كإسلام أمريكي أو إسلام روسي، لا يبالي، مع أن هذا كله شرك. بل أقل من ذلك شرك إذا جعل ولده مقدسا أو معبودا أو مطاعا أو تحقيق رغباته مخالفا لأمر الله، فقد جعل ولده كأنه شريك لله. الأقل في المحبة وتأمين متطلباته بشكل محرم واستحلال الحرام
إذا وقع في الحرام جزئيا بشكل محرم هذا لا يشرك، ولكن إذا استباح المحرمات من أجل ولده فقد أشرك. فربنا تبارك وتعالى ينبهنا في أول هذه الآيات أنه خلق الناس من نفس واحدة. هذه النفس هي آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها وهي حواء. والأحاديث بينت لنا ذلك، أن الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام وجعله في الجنة بعد أن أمر إبليس أن الملائكة تسجد له، فرفض إبليس السجود وأبى. ثم نام كما جاء في الحديث آدم نومة فخلق الله حواء من ضلعه، يعني زر من زرار ضلعه، قال لها كوني حواء، فكانت حواء. فاستيقظ آدم فرأى حواء عند رأسه فاستأنس بها وسكن إليها فزوجه الله إياها، وكان ما كان بعد ذلك. وحكمة لله أنه خلق حواء من آدم من جنسه ولم يخلقها من التراب لوحدها، لأن نهمة كما يقول ابن عباس حواء في آدم في الرجل، والرجل نهمته في الأرض ويستأنس بالمرأة ولا يحب أن يعيش بدونها. فخلق الله الإنسان بعد ذلك من هذين الشخصين، الأصل آدم وزوجه بعد حواء، وبث منهما كما ذكر في سورة النساء رجالا كثيرا ونساء. هنا بعد قوله ليسكن إليها، كما جاء في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكون أي المرأة مثل الرجل في الخصائص والطبائع البشرية تميل إليه ويميل إليها ويأوي إليها ليستأنس بها. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي لتهدأ نفوسكم وترتاح بالقرب منها، وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة، هذه العلاقة بين الزوجين تختلف عن العلاقة الجنسية مباشرة. العلاقة الجنسية لمجرد الجنس بدون زواج على ملة من الملل الصحيحة لا يكون فيها المودة والرحمة، إنما يكون فيها تلزز بسيط، كما يقول علماء النفس كثيرا ما تكون اللذة دفع ألم. ثم لا يعبأ هذا الرجل بهذه المرأة ولا هذه المرأة بهذا الرجل، فهنا إذن لا يوجد محبة، يوجد مصلحة، حقق مصلحته منها وحققت مصلحته منها منه بأخذ شيء من المال أو ما أشبه ذلك، ولكن لا توجد المودة يعني الحب، ولا يوجد الرحمة التراحم التعاطف، إنما ربما توجد العداوة. فالإلفة هي إلفة الزوجين، ولذلك قال بعض السلف لا إلفة كالإلفة التي بين الزوجين. بقية الآية تقول فلما تغشاها، تغشاها أي وقعها وجامعها، حملت حملا خفيفا، وهي النطفة وهي حيوان منوي الصغير، يلقح البويضة وهي لا تكاد ترى بالعين أيضا المجردة، ويستقر هذا الجنين في جدار الرحم فلا يؤثر على المرأة، ثم يتحول إلى علقة فمضغة فعظام ثم يكبر. فربنا تبارك وتعالى يقول حملت حملا خفيفا أي غير ثقيل، فمرت به أي استمرت بهذا الحمل الخفيف إلى أن كبر الحمل. فلما أثقلت دعوا الله ربهما، ربهما أثقلت المرأة في الحمل أي كبر حملها وأحدث لها ألما وثقلا، فقامت بهذا الحمل الثقيل وقعدت به وتحركت وهو يتنامى شيئا فشيئا حتى صارت إلى حال الثقل، فكبر الجنين في بطنها وذنت مدة ولادتها. في هذا الوقت دعوا المرأة وزوجها، دعوا الله لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. المقصود بصالحا هنا
اللام لئن آتيتنا وقع في جواب قسم مقدر، فكأنهم يقسمان بالله، والله يا ربنا لئن آتيتنا ولدا صالحا لنكونن من الشاكرين. المراد بالولد الصالح يعني أعطيتنا بشرا سويا سالما من العيوب، ما تعطينا ولد أعمى ما له عينين، تعطينا ولد ما له قحف رأس ديمور، تعطينا كسيح، لا، ولدا كامل الخلقة صالحا لنكونن من الشاكرين. طبعا في هذا إشعار بأن كل إنسان، رجل كان أو امرأة، عندما يخلق له ولد يعلم علم اليقين أن هذا إيجاد وهذا الخلق من الله وليس منهم، هو سبب ولكن خالق هو الله، ولذلك يتوجهان إلى الله: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لك يا رب على نعمك علينا. ماذا حصل بعد ذلك؟ فلما آتاهما صالحا جعلا له فيما آتاهما شركاء. لما أعطى الله الزوجين ما طلباه من الولد الصالح السوي المتكامل الخلقة، جعلا لله تبارك وتعالى شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بخلقه. ما خلقه والداه، إنما خلقه الله، فإذا بهم اتخذا أعمالا شركية لحماية ولدهما، أو جعلا حبهما لولدهما أكثر من حبهما لله. اتخذا أعمالا شركية يعني أخذوا إلى الكنيسة حتى قدسوا، أو أخذوا إلى مكان معين قال في هذا المكان يعيش الولد وكذا إلى آخره، فطلبا من حجارة أن تقدسه وتباركه، هذا شرك لله. طلبا من قبر أن يقدسه ويصلحه، هذا شرك لله. من كثر حبهم لولد اتجهوا هذا الاتجاه فأشركوا بالله تبارك وتعالى معه غيره، من أجل ماذا؟ من أجل هذا الولد. أو وضعوا لهم شيئا من الأشياء بزعمهم أن هذا يقدسه ويباركه ويحييه ويبعد عنه وكذا إلى آخره، فهذا كله نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله تعالى. أو جعلا الولد كأنه شريك لله تبارك وتعالى في المحبة، غريزة حب الأولاد الله وضعها في قلب الأبوين حتى يربوا الأولاد، ولكن عندما تتجاوز حدها تنقلب إلى ضدها، فلا يجوز لإنسان أبدا أن يحب ولده أكثر من حب الله، بل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وماله ولده أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي لا يكتمل إيمانه إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولذلك الأبوين عندما يحبا الولد مثل حب الله أو أكثر فقد جعل الولد لله شريك، جعل ولدهما شريكا لله في العبودية والخضوع والطاعة والعياذ بالله تعالى. ولذلك ترى الأبوين عندما يحبان ولدهما أكثر من حب الله والعياذ بالله تعالى تراهما يستحلان الحرام من أجل الولد، يستحل السرقة من أجل الولد، يستحل الرشوة من أجل يجيب متطلبات الولد. لا يا أخي، اسأل الناس ولو كان السؤال ذلة، ولا تسرق ولا ترتشي. بعدين إذا ارتشى في فارق بين من وقع في الرشوة مرة أو في السرقة مرة زلت قدمه، وبين من استحلها وجدها شيء طبيعي. يا أخي إيش فيها؟ بدنا نعيش؟ لا، ليست هذه طريقة للعيش. الطريق للعيش هو المال الحلال. فإذا كان يرتكب الحرام من أجل ولده، إذا كان يمتنع عن كلمة الحق من أجل ولده، إذا كان يكون مع أهل الباطل والكفر ويقتل معهم ويضرب من أجل ولده حتى يحميه ما يغضب الكفار، فهذا قد جعل ولده شريكا لله تبارك وتعالى. إذن المؤمن موحد ينبغي أن يكون حبه لله أكثر من حبه لولده، حتى يكون موحدا لله، عابدا لله وحده، متحررا عن العبودية لغيره. لأن زيادة الحب لشيء من الأشياء، بشرا أو حجرا أو حيوانا أو قمرا أو شمسا، إذا كان الحب أكثر من حب الله كان شركا،
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي أمثالا في الطاعة أو التقديس أو المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا أي أشركوا، فجعلهم الله تبارك وتعالى مشركين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غير الله أندادا أمثالا لله في الطاعة أو في التقديس أو في المحبة يحبونهم، وضح أن الحب وحده كمان يكون شرك، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا دون غير مشركين، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا إلى خدايات. وهنا يقول الله تبارك وتعالى بعد أن يبين أن محبة الولد عندما تتجاوز الحدود التي وضعها الله من أجل العطف على الولد، من أجل خدمته، من أجل رعايته، من أجل تقديم له ما يصلحه وعدم التأفف والتلزز بخدمة الولد ومساعدته حتى يكبر ويكون النشأ ويوجد المجتمع الإنساني، هذا شيء خلقه الله وفيه أجر للوالد والوالدة عندما يقومون بهذا الأمر المهم عن لذة وضعها الله فيهم وعن رحمة وضعها الله فيهم، هذا أمر طيب. ولكن عندما يتجاوز هذا الحب حدود الحب الطبيعي فيحب الولد أكثر من حب الله ويطيع الشيطان من أجل هذا الولد، فقد جعل الولد شريكا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية فتعالى الله، تعالى تقدس وتنزه وتعالى الله عما يشركون. هنا نود أن نلفت النظر إلى ناحية مهمة جدا. ظن بعض الناس أن هذه الآية تتحدث عن آدم وحواء، لأن بدأ الكلام هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ثم قال فلما تغشاها ظن أن آدم لما تغشى حواء، لا هذا الكلام ليس عن آدم. وأوجد هذا الظن أكثر ما روي عن أهل الكتاب، ونحن لا نأخذ ديننا ولا تفسير القرآن عن أهل الكتاب، ما روي عن أهل الكتاب بأشياء ضعيفة تدل على أن آدم هو الذي أشرك بالله وجاءه الشيطان وطلب منه أن يسمي ولدهما الحارس حتى يعيش، فسمى ولده الحارس ليعيش ولا يموت ففعلا، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الآية تتحدث عن الشرك، جعلا له فيما أتاهما شركاء يعني أشركوا بالله. آدم وحواء لم يشركوا بالله، آدم وحواء وقعوا بمعصية ابتلاء واختبارا حتى يعطي الله درسا لآدم وأمته وذريته من بعده أن الشيطان عدو لهما فيتخذاه عدوا، ولكن ليس آدم وحواء مشرك، لم يستحل آدم وحواء معصية الله، إنما دلاهما الشيطان بغرور وقاسمهما حلف أيمان مغلظة أنه ينصحهما، فما تصور أن أحدا يحلف بالله كذبا فأكلا من الشجرة وتابا وتاب الله عنهما. فلا يمكن أبدا أن نقول أن هذه الرواية أن الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث، الحارث عن الشيطان أو غيره عبد الشيطان، فعلى ذلك فأشركا، هذا كلام غير صحيح، والروايات التي وردت لذلك غير صحيحة. ولذلك يروي العلماء روايات صحيحة عن الحسن البصري كما روى الجرير عليه رحمه الله، قال الحسن البصري جعلا له فيما آتاهما شركاء، قال هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، يعني ما نقل عن أهل الكتاب أن آدم وحواء هما الذين جعلا أولادهما ولدهما شريكا لله، حاشا لهما، هذا غير صحيح. وأيضا قال ابن كثير قال قتادة كان الحسن البصري يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاد فهودوهم ونصروهم، فكأنهم جعلوا شريكا لله من أجل الأولاد، يعني أخذوهم من الكنيسة أو عن المعبد من أجل أن يقدسوهم ويخرجوهم عابدين للمسيح أو عابدين لعزير قالت اليهود عزير بن الله. إذن يروي ابن كثير روايات كثيرة التي ترد على أهل الكتاب وعلى الروايات الضعيفة وتضعفها وتبين أن الذي فعل ذلك هم من أي ملة من الملل غير آدم وحواء
عليهما السلام. فلماذا ذكر آدم وحواء؟ قال لأنه ذكر الأصل ثم ذكر الفرع. فذرية آدم كلهم من آدم وحواء، فذكر آدم وحواء ثم ذكر ما يحل ببعض الناس من ذرية آدم وحواء أنه يجعل لله، يطلب من الله الولد. وهو الناس في هذا العصر أيضا ما بيخلي طبيب ولا بيخلي طبيبة ولا كذا ولا بده ولد، لما يرزقه الله الولد وإذا به هذا الولد أغلى عنده من الله والرسول والدنيا وكله، فجعل له في مشيئته ومشيئته، وهو يقر أن الله أعطاه ما هو الطبيب، ومع ذلك ينحرف عن طاعة الله ويطيع مع الله غيره. ولذلك جاء في الآية التالية قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. المخلوقات التي قدسوها من أجل حفظ الولد فأشركوا لله من أجل هذا الولد، أشركوا مخلوق لا ليس بخالق. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إن كان جعل الولد نفسه محبوب والتنفيذ لرغباته هي كل شيء ولو استحل المحرمات، جعل هذا الولد شريكا لله وهذا الولد مخلوق، هو يعلم أن الله خلقه ولا يخلق هذا الولد شيء ولا يفيد شيء، فلماذا ينصرف قلبه مع هذا الولد ثم ينصرف سلوكه تبعا لما يحب هذا الولد ويرغب، ولو خالف أمر الله أو أصر على مخالفة حكم الله وأمره الصحيح. ثم ختمت الآيات بآية يقول الله تبارك وتعالى فيها ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الإشارة هنا يا إخواني إشارة إلى أن بعض الناس يغرق في حب ولده، خاصة الذكور منهم، ظنا منهم أنه مثل ما يقول بعض النساء شيء كبرته. أنا سمعت من أحد النساء أنه والله جاءها ولد فرحة شيء كبرته، طلع الولد عاق بيضرب أمه أكثر من مرة، طلعت أنه دفعها فكسر يدها وقال لها موتي وخلص منك، هذا اللي شيء كبرته. فيظن الإنسان أنه جاء أولاد والله بشيله كبرته بيساعدوه بصعوبة كذا. القرآن يقول إن أي معبود من دون الله وأي مخلوق يذهب قلبك معه وينسى الله تبارك وتعالى لا يستطيع نصر نفسه ولا يستطيع أن ينصره، فليكن قلبك وهمك وذكرك مع الله لا مع المخلوق، لا تحب المخلوق أكثر من حب الله أبدا، يتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى والتزم أمر الله، وليكن حبك للمخلوق ضمن الحب الخط الذي رسمه الله، لا تتجاوز حدود أحكم الحاكمين التي رسمها لك في الحب في هذه الحياة الدنيا، لا للزوجة ولا للولد ولا للمال، فتجعل غير الله شريكا لله، فلنتق الله في ذلك، والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.